فلابد للبائع أن يضع نفسه موضع المشتري، وللمشتري أن يضع نفسه موضع البائع، وأن يقوم الأمر على التراضي والتسامح. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته، بسماحته قاضيا ومتقاضيا.